هاد الناس الله يهديهم كنا ناعسين بالليل ما بينا ما علينا وتفاجئنا بين وراء المحل تخلى وعيطوا لنا السلطات لقينا هنا الناس وجينا ولقينا داكشي اللي عطى الله مشى قال لي اعطينا الكارت ديالك عطيتها لهم قلت لهم هذا ماشي داكشي هو المشكل عندي شي يومين ديال الناس هما اللي عندي فيهم المشكل لقينا داكشي اللي عطى الله مشى ولكن الحمد لله ترجعت لنا القوة من ظرف ثلاث أيام الحمد لله الله كنشكر سلطات الأمن أكادير في إطار الاستراتيجية الأمنية ديال المديرية العامة للأمن الوطني والرامية للحد من الظواهر الإجرامية وخاصة الظواهر اللي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية ديال الأشخاص وكذلك الممتلكات ديالهم وتفعيل السياسة الأمنية على مستوى مدينة أكادير وبناء على مجموعة ديال الشكايات اللي تسجلت بخصوص بعض السرقات من داخل محلات تجارية وبعض الوكالات المكلفة بالنقل ديال الأموال باشرات عناصر ولاية أمن أكادير خطة أمنية مدروسة بهدف وضع حد النشاط ديال عصابة إجرامية اللي متخصصة في السرقات الموصوفة هذه الخطة هذه اللي أتت الأكل ديالها وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف العقل المدبر للعملية عملية الإيقاف اللي كانت على مستوى مدينة إنزكان أسفرت عن حجز سيارة من نوع معين السيارة اللي استعملوها الجونات في اقتراف مجموعة من السرقات البحث الميداني والمعمق اللي تباشر مع الموقوف قاد الاعترافات ديالو التلقائية باقترافه ورفقة مشاركين ديالو المجموعة من السرقات الموصوفة على الفور تحركت عناصر المصلحة وتمكنت من إيقاف المشارك ديالو الثاني ومن التصريحات ديال الموقوف الثاني تمكننا من الإيقاف ديال المشارك الثالث عملية تفتيش اللي تباشرت بمقرات السكنة ديال الموقوفين أسفرت عن حجز مجموعة مهمة من الحيلي المسروقة من محل مجوهرات الكائن بهذه المدينة هذه كذلك مجموعة من الأسلحة البيضاء ومجموعة من الوسائل اللي كيستعملوها الجونات كوم دي كاغول وقفازات اللي كانوا كيستعملوها في العمليات ديال السطو ديالهم المعنيين بالامر وتنسيق مع النيابه المختصه النيابه العامه المختصه تم الوضع ديالهم تحت الحراسه النظريه والابحاث والتحريات قائمه وجاريه على قدم وساق من اجل تحديد هويه باقي المتورطين ومن ثم الايقاف ديالهم والتقديم ديالهم امام العداله بموجب مسطره قانونيه